تمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. So the passage continues a little bit. So peace is on me the day I was born. That's what Jesus said. So that's how it sounds in Arabic. You'll hear, if you go on YouTube, everyone kind of has a different style. Yeah. But there's just some rules you have to follow to properly pronounce the words and whatnot. Yeah. But then you kind of have freedom to sound as you like. And you do a lot of pitches in one sound or one consonant. Like, yeah. You know. Now, is that you or is that how it's supposed to be? So there's places where you need to stretch. Yeah. Okay, and then how you play with your voice. I have to, but what I do is 5 seconds to how everyone else will do it differently. So that's kind of how it sounds.